هاي اللي تريد تفوتين الحسكة. احنا هنا عند المحطة شايفين صار لنا شهرين ما جانا مي من مي وحدة الفرات محمد النجدي يا نادي الفتيان. صار لنا شهرين ما جانا مي، جاتنا عبد النص هاريت ومن الساجية، وهاي المي هي اياه وتحته المحطة. شو تقدر تبعد عنا محطة التنك؟ هاي محطة التنك هي ما تبعد عنا 700 متر شايفينها، وبجنبها محطة أبو حمامة الأولى، وموجهينها طبعا خطوط وسكور للشيوخ وللوجهاء وللملالة اللي يخافون الله. زين نعبي من الساجي هاي عنا الشال. زين يا عالمة تريدون تقيثون الحسكة، وجاد احنا نعبي من الصهاريج. الصهاريج ب50,000 وب70,000 هذا الصهريج. اليوم الجمعة 28/7 28/7 وهاي المحطة التنك شايفينها 700 متر تبعد عن بيتنا. واحدة نسولف لمحمد النجدي والناجي الفتيان مو مقيدين خالص.